طيب هروح معاك للنادي الاهلي يا شاكر، والازمات الفنيه اللي انت بتتكلم فيها، فكره ان بقى في سيمتريه في اداء النادي الاهلي، ما فيهوش تغيير، ما بقاش فيه الفلكسبيليتي او المرونه اللي كنا بنشوفها قبل كده من مارسيل كولر. دلل على ده او اثبت لي ان فعلا الاهلي عنده مشكله فنيه في الوقت الحالي. طيب الاهلي عنده مشكلتين مهمين وباينين جدا. المشكله الاولى وهي خروج النادي الاهلي بالكوره من تحت، لما حد بيجي يضغط على النادي الاهلي ضغط عالي. يعني الاهلي ما بيعرفش يبني الكوره من تحت بسبب حاجات كتيره جدا. الطريقه اللي بيلعب بيها مارسيل كولر ان هو دايما بيعلق اكبر عدد من اللعيبه في اخر الخط اللي واقفين فيه، فبالتالي ما بيبقاش عندك غير مروان عطيه والاثنين سنتر باك عشان يقدروا يطلعوا بالكوره. دي بتعمل مشكله ان النادي الاهلي دايما بيعتمد على الكور الطويله. لما بتعتمد على الكره الطويله من الاخر كده يا خيري، هو رهان الاطول او الاقوى واللي يقدر ياخد الكره، وبيعتمد ان الكره الثانيه دايما تنزل لبيرسي تاو. وده شيء صعب جدا ممكن يكون موجود للنادي الاهلي، لان انت عندك اللعيبه اللي تقدر تطلع لك بالكوره. هي دي المشكله مارسيل كولر بيعملها، فبيعتمد دايما النادي الاهلي بقاش يحضر من تحت خالص، فكل اللي بيعمله ايه؟ بيعلق الكره عاليه عشان طاهر محمد طاهر، والكره الثانيه يا بتنزل لبيرسي تاو وما يا بتنزلش. دي نقطه ثانيه، ساعات بينزل هو بيرسي تاو عشان يسحب مع الباك وعلى بص زي ما انت شايف هنا، دي اول كره في الماتش اتلعبت على طول، ولكن طاهر محمد طاهر طلع ولكن ما وصلتش لبيرسي تاو. الفكره بتاعت الاهلي ايه؟ انت لما تيجي تبص الحاله بعدها، بس اقف لحظه بس قبل ما الحاله تتلعب هوريك حاجه مهمه جدا. نرجع قبل ما الكره تبقى واقفه بالظبط عند رجلين حارس المرمى. بص سيراميكا ضغط عالي على النادي الاهلي، في مشكله كبيره جدا، بس اللي انت واخد بالك منه ان الاثنين باكات، شايف الريح يعطيه طلال اللي في الاخر خالص عند الاعلانات، وفي تحت بقى هتلاقي عمر كمال. المفروض يا تقدر تطلع على الاثنين دول اللي هم دول الاثنين الوحيدين اللي الزاويه بتاعتهم مفتوحه ان انت تلعب لهم باص. فالاهلي بقى بيعمل ايه؟ بيعتمد عليهم ان الكره الثانيه تنزل ليهم. نكمل بقى الحاله. اول ما مصطفى شوبير هيطلع هتلاقي مين زائق بيرسي تاو ساحب معاه الباك عشان يطلع مين؟ عمر كمال في الفاضي. بس الازمه الثانيه يا خيري بتبدا هنا. ماذا بعد ان يحصل النادي الاهلي على الكره؟ مشكله كبيره جدا في الانسجام ما بين لعيبه النادي الاهلي في الثلث الامامي، الحاله الفنيه السيئه للعيبه بتاعه النادي الاهلي اللي تقدر تعمل. بص هنا كل الكور العاليه على طول بتتلعب، سيراميكا كليوباترا كان بياخد كل الكور الثانيه، حتى لما الاهلي كان بياخد الكوره ويحاول يعمل التحول بتلاقي فيه مشكله كبيره جدا في اللي بيحصل قدام. يعني بص هنا الكوره دي امام عاشور كان في حاله سيئه جدا، بدل ما امام ان هو يزق ويجري كرة مع النادي الاهلي، بص هتبدا تتنقل، بص هترجع لغايه فين يا خيري؟ هترجع لحد ما كانك بادي الهجمه من تحت تاني، ولا كان ما كناش بنحس المشكله دي ليه الموسم اللي فات يا شاكر؟ هل في ظل وجود محمد عبد المنعم هو اللي كان بيقدر يبني الكوره وبيقدر يطلع بالكوره من تحت؟ خالص، انا شايف ان الناس عندها خلط كبير قوي بين قصه محمد عبد المنعم عشان ما بقاش موجود في الاهلي فالاهلي ما بقاش ينفع يطلع بالكوره. لا يا جماعه خالص، الموضوع مختلف. هو محمد عبد المنعم ما كانش ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد كان ياخد الكوره وممكن يزق ويعدي ويروح لحد صندوق. محمد عبد المنعم كانش بيعمل كده. الميزه الاكبر ميزه كانت موجوده في محمد عبد المنعم يا خيري، ان انت لما الكوره كانت بتتقطع منك كان بيطلعها صح. يعني الكوره الثانيه لما بتقع او لما انت بتخش التحام، فمنعم لما بيجي يطلع لباك، بيطلع لعيب نص ملعب. المشكله الموجوده دلوقتي ياسر ورامي ولعيبه نص ملعب وكريم نيدفيد اللي كان موجود مروان عطيه الماتش اللي فات، كل كوره الثانيه بتيجي بيشتت. فالاهلي ما بيعرفش يحصل على الاستحواذ ثاني، فالكوره بتروح لسيراميكا ويبدا الاهلي ثاني يستنى الكوره. هي دي المشكله. والمشكله كمان الكبيره مروان عطيه هو افضل لاعب يقدر ياخد لك الكوره الثانيه في مصر كلها، وشفنا الكابتن حسام حسن ازاي بيتغنى بيه. وهنا قيمه مروان عطيه ان هو لما بياخد الكوره خيري بيطلع الكوره دايما في رجل، وده حاجه مهمه جدا لان انت بتدي الاستحواذ مره ثانيه لفرقتك. لان انت بتضغط عليك ضغط عكسي، فهو اللعيب الوحيد اللي قبل ما اروح لفكره الاستحواذ مع خليفه، هو ليه يعني ده سؤالي يخليني او كلامك يخليني اسالك، ليه مروان عطيه ما بداش في مباراه سيراميكا وفوجئنا ان كريم نيدفيد هو الاساسي؟ انا من وجهه نظري اعتقد ان مارسيل كولر كان بيريح مروان عطيه وكان بيروح بيريح وسام ابو علي وحسين الشحات، لان انا شايف ان هو كان مستسهل شويه مباراه سيراميكا كليوباترا، واتفاجئ باللي كابتن ايمن رمادي بجد خيري عمل مباراه صحيح. تاريخيه صحيح. يعني تقريبا افضل مباراه شفتها كابتن ايمن رمادي في حياتي. عمل كل حاجه في الكوره صح، ازاي بيضغط ضغط عالي وازاي بيقفل زوايا التمرير على لعيبه الاهلي، خنق الاهلي تماما، والاهلي كسب بكورتين ما كانش فيهم نمطيه او فيهم كوره بتتلعب. فعشان كده انا بقول لك القصه مروان عطيه كان بيريحه. مروان عطيه لا غنى عنه في نص ملعب النادي الاهلي، اهم لاعب في منظومه النادي الاهلي في نص الملعب هو مروان عطيه، خصوصا بعد الحاله السيئه اللي عليها نجوم النادي الاهلي. اخر حاجه بس خيري اقول لك عليها، الفرق اللي بين وجهه نظر الفرق بين الاهلي والزمالك دلوقتي في حاجه واحده بس. نجوم الزمالك اللي بتكسب الزمالك دلوقتي فايقه. هتقول لي زيزو ما كانش كده، بس زيزو يبقى لعيب كبير جدا ويبقى لعيب مهم وكان ليه تاثير المباراه اللي فاتت. الناحيه الثانيه بقى نجوم النادي الاهلي اللي بيكسبوا النادي الاهلي حالتهم فنيه سيئه، ابرزهم امام عاشور وحسين الشحات وسام ابو علي.